السلام عليكم. إذا في التمرين غنشوفو كيفية حل متراجحة تحتوي على اللوغاريتم النبيري. السؤال يقول: حل في R المتراجحة ln ديال x ناقص 1 على ln ديال x زائد 1 أكبر أو تساوي 0. أول خطوة هي تحديد مجموعة تعريف المتراجحة. إذا D تساوي x كتنتمي ل R. إذا هنا كندير الشروط: الالين ديال اكس يعني اكس ستكون موجبة قطعا، ولدينا مقام. اذا الالين ديال اكس زائد 1 تخالف الصفر. اذا غنشوف هذا الشرط هذا. اذا ممكن نحل المعادلة: الالين اكس زائد 1 كتساوي صفر. اذا تكافئ الالين ديال اكس كتساوي كندي زائد 1 كترجع ناقص 1. اذا كنعرفوا بانه الا كانت عندنا بالنسبة لعلاقة التكافؤ ln x كتساوي y، فتكافي x كتساوي ليكسبونسيال ديال y. إذا هاد العلاقة تكافي أن x كتساوي لنا ليكسبونسيال ديال h ديال ناقص 1، وليكسبونسيال ناقص 1 راه هي 1 على e. شنو كيعني؟ كيعني بأن هاد الشرط هذا يكافي x تخالف 1 على e. إذا d تساوي x كتنتمي ل R، x أكبر قطعا من صفر، و x تخالف 1 على E. إذا إلا بغينا نكتبوها على شكل مجالات، إذا حنا عندنا بالنسبة للمستقيم المدرج كاين صفر و E، 1 على E هي عدد موجب، بالتالي كيكون عندنا D هي المجال صفر 1 على E اتحاد المجال 1 على E بلس لانفيني. إذا لكل X من D. بالنسبة لهذا النوع المتراجحات فغادي نحاول طريقة الحل هي أننا كنحدو الإشارة ديال ln X زائد ناقص 1 والإشارة ديال ln X زائد 1، يعني كنحدو الإشارة للمقام والإشارة للبسط، ومن بعد كنحدد الإشارة ديال الخارج ديالو، يعني كنحددها في جدول. اذا غنبداو بالاشاره ديال ln x ناقص 1. اذا اول حاجه كنشوف هاد ln x ناقص 1 فين كتنعدم. اذا ln x ناقص 1 تساوي 0، يكافئ ln ديال x تساوي 1. 1 اذا تكافئ ln ديال x، اذا الواحد راه هي ln ديال e. إذا تكافي أن إكس كتساوي لنا أو. إذا هاد التعبير كينعدم ملي كيكون إكس كتساوي أو. كذلك التعبير الثاني الإلين ديال، نقدر نسبق لينا باش حليناه، إلين ديال إكس زائد 1 كتساوي لنا صفر، يكافي أن إكس كتساوي لنا 1 على أو. إذا غادي ناخد واحد الجدول. إذا إكس خاصها تنتمي لمجموعة التعريف، يعني هنا خص يكون واحد الدوبار كتعني بأن الصفر، يعني أن التعبير غير معرف في الصفر. إذا عندنا الإلين ديال إكس ناقص 1 لقينا كاين عدم في الأو، وكذلك التعبير كامل حتى هو غادي ينعدم في الأو. الإلين ديال إكس زائد 1 كاين عدم في 1 على أو، وهذا التعبير هذا غير معرف واحد على او. علاش؟ لان المقام، لان لعوت واحد على او فكيجينا المقام منعدم. اذا شنو غادي نديرو؟ غنحاول نشوف الاشاره ديال التعبير الاول. اذا فوكاش يكون عندي الالين ديال اكس ناقص 1 موجبه، يكافئ ماذا؟ يكافئ ان الالين ديال اكس اكبر من 1، والواحد هي الالين ديال او، اي يكافئ اكس اكبر من او. اذا ملي كيكون عندنا اكس اكبر من او كيكون عندنا ln ديال اكس ناقص 1 موجب، اكس اكبر من او اذا موجب، باقي المجالات سالب. بنفس الطريقه غادي نحدد ln ديال الاشاره ديال ln اكس زائد 1. اذا الاشاره ln ديال اكس زائد 1 اكبر من الصفر، تكافئ ln ديال اكس اكبر من ناقص 1، واحد كندوي للطرف الثاني كيرجع ناقص 1. اذا يكافئ ماذا؟
اكس اكبر من الاكسبونسيل ناقص ديال ناقص واحد، يعني واحد على او. اذا هنا موجب وهنا سالب. اذا زائد زائد كتعطينا زائد، ناقص مع زائد كتعطينا ناقص، وناقص ناقص كتعطينا زائد. اذا حددنا دابا جدول الاشاره. اذا في المترجحة شنو عندنا؟ لدينا ln ديال x ناقص واحد على ln ديال x زائد واحد اكبر او يساوي صفر. يعني خصني نشوف المجالات الموجبة. اذا مجموعة الحلول هي ماذا؟ اذا هنا غير معرفة صفر، اذا المجال المفتوح صفر، واحد على او في حاد. اذا هذا المجال هذا هنا عندنا صفر، يعني عندنا اكبر او تساوي صفر، يعني ممكن تساوي لنا صفر، وبالتالي فالاو داخل. اذا اتحاد او زائد لا نهايه.